اليوم ادخلنا تقريبا سنة سياسية جديدة ربما تتميز بعدد من المناسبات الانتخابية، من بينها انتخابات محلية في ديسمبر 2023، من بينها انتخابات للمجلس النيابي الثاني، من بينها انتخابات رئاسية قد تعقد او لا تعقد. في تقدير، كيف تقرأ هذه السنة السياسية اللي ابتدأت حارة منذ شهر اكتوبر هذا بإعلان الإضراب، إضراب جوهر مبارك وهذه الحركية اللي قلنا اتخلقت؟ يعني كيفاش ربما تنظر لهذه السنة السياسية، وكيفاش تستشرف ربما مختلف محطاتها وتفاعل المعارضة معها؟ لأن استغرب كيفاش تحكي لي على سنة سياسية. سنة سياسية تحتمل وتفرض وجود تنوع سياسي. هي احنا شعنا، احنا عنا حياة سياسية، احنا واحد شخص واحد اسمه قيس سعيد، ما تكتوش للدوة شكون والآخر شنية القوة اللي قاعد تسير في البلاد باستثناء قيس سعيد. سنة سياسية عملها قيس سعيد ومش عملها قيس سعيد، على كما قياس قيس سعيد على قياسه وكيف يحبه هو، وفي باله اموره ماشي، هو تو راه في باله متهني وماشي الامور، هو راه في ورطه كبيره يفهموها. كان المانحين عطاوه الصورت، راهو ما يعطيوهلوش بلاش، مش يعطيوهالو بتنازلات كبيره. الضحايا نتاعها هو الشعب الكريم، التنازلات نتاع قيس سعيد للصندوق النقد وللبنوك العالميه باش يخلصوها الغلابه المقودي مزمري الاغلبيه ساحق. وإذا كان ما عطاهوش وعمره يتعنت، هو ماهوش متعنت لأنه ماشي في الواقع ماشي معاهم بالتفصيل الممل. مش ما يعطيوش فلوس، لكن ما عطاهوش فلوس. المواطنة اللي قالت لي ما عندي نهارين ما طيبتش، تقول الجمعة ما عادش طيب. دونك الخاسر هما نفسه. اللي هو يدعي في خرافاته الليلية أنه يدافع عليهم، اللي هم الغلابة. عندك بوتنسيال كبير ياسر من الشعب التونسي ضحية قيس سعيد. ملايين من الشعب التونسي هم مش يكونوا في كلا الحالتين، في كلا الحالتين ضحية قيس سعيد. كل سنة سياسية ما معنى هو في قلت لك عام اللي فات كانت عنده شوية مصداقية، ما مش يقولوش أكثر من 4%.